هل ما زال في تواصل بينك وبين مارسيل كولر حتى يعني اللحظة؟ نعم، انا ما زلت في تواصل مع مارسيل كولر. ازاي شفت مشواره في الموسم الأول ونجاحاته مع النادي الأهلي، تحقيق كل الألقاب أو معظم الألقاب في البطولات اللي خدها، وخصوصا لقب طبعا غالي وعزيز على الأهلاوية، وهو لقب دوري أبطال إفريقيا؟ كما ذكرت في البداية، أنا سعيد جدا أن أكون واحدا معكم في هذا الانترفيو، في هذا اللقاء، وأعلم أنكم لديكم فانس وجمهور كبير. نعم، تحياتي وتهانينا لمارسيل كولر على الشامبيونز ليج الافريقي وبطوله ابطال افريقيا. تابعت ذلك بشكل كبير وكتبت لمارسيل كولر، ارسلت له رساله تهنئه وتحدثت معه وكتبت له رساله تهنئه وهنأته شخصيا وارسلت تهانئه للفانس لجمهور النادي الاهلي وتمنيت له التوفيق وما زلت اتمنى له التوفيق واتابعه. تجارب يمكن مارسيل كولر اضيف ليها تجربة المشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي الموسم الأخير، طبعا أنت بالتأكيد تابعت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نسخة سابقة قبل كده من بطولة كأس العالم، لكن إيه اللي تتوقعه أو إيه اللي تنتظره من نسخة كأس العالم الجديدة اللي هيشارك فيها الأهلي أيضا تحت قيادة مارسيل كولر مع كبار العالم، وخصوصا طبعا السيتي بطل أوروبا في الموسم الأخير؟ نعم، هي فرصة عظيمة، فرصة كبيرة لأي فريق لعرض أدائه ومشاركة في حدث عالمي مثل كأس العالم للأندية. نعم، أنا أعتقد أنه فرصة لابد من استغلالها بوجودك بين الفرق الكبيرة واللعيبة الكبيرة وفرق عظيمة مثل من سيتي. هذه هي مفاجأة. أعتقد أنه مارسيل كولر قد يحدث الفارق ويحدث مفاجأة بالحصول على لقب كأس العالم للأندية هذه المرة.